دوما روحت اسكندر، حليت موقع التواصل الاجتماعي، شفت جاتني سيكونس نتاع الباساج اللي قام به لاعب اتحاد تطاوين السابق علي القلعي. الحقيقة الكلام نتاعو كانت قنبلة موقوتة، حكى على الكومبورتمون اللي صار ولا الفيكو اللي صار له في الترانسفير من اتحاد بن قردان لاتحاد تطاوين. حكى انه الحاجة الأبرز والأهم انه على التلاعب بالنتائج، كيفاش انه اللاعبين اليوم نوصلوا انه في 2023 اللاعبين يلعبوا على السكور نتاع المباريات، وكيفاش انه اليوم ما صار حتى رد من التحقيق من الجهات المعنية، ويزيد أكدنا انه ماشيين في ثنية خايبة برشا، ولو كان نوصلوا بالشيء هذايا نجم نقولوا يا خيبة المسعى على الكرة التونسية. انا محالة ما نعرفش مين، انا متفاجئ على خاطر كنت متفاجئ، المفاجأة بالنسبة لي أنك متفاجئ من الوقت بصراحة، يعني إذا كان نحكيه على التحقيقات وفتح التحقيقات والحكاية هذه بتاع التلاعب بالنتائج والتصريحات والشهادات موجود، رانا عنا سنين اسكندر وأنا لريت ساعة سامحني، لريت دوس يتحل وتسكر دون البون سونس وفهمنا شفماش ما فماش، ولا ريت زاد فما شكون تكلم ومن غادي لغادي مشيت الامور وكان شيء لم يكن. اسكندر تعرف انا متفاجئ يا اخي، ما فهمتش كيف. لا متفاجئ تعرف علاش اسكندر؟ لا مانيش في المانيا، نعرف في تونس، لكن وقت ممكن في وقتكم بيتر ما فماش شيء هذا. لا شيء حاجه اخرى، عالم اخر. اليوم وقت اللي يجي لاعب راهو لاعب عنده نقولوا انترناسيونال، وصل لي تقمص زي المنتخب التونسي، وقت اللي يجي ويقول انه صار تلاعب وعنده تسجيلات وانه ما تصير حتى رياكسيون من النيابه ولا من عاش ولا تحقيق ولا من الجامعه وما شفنا حتى بلاغ، راهو شيء خطير وخطير جدا. كان لازم بري ميكرون تاع عباد لعبت وقبل الماتش وتحطت فلوس وربحوا فلوس، وفما تصريحات تحت حكام في وقت من الاوقات وتقال ما تقال ومسؤولين، وانت ريتش حاجه يونا مازلنا مكملين. تقول لطفي وقتها كان موجود غاديك في الليبوك هذيك ما كانش فما الشيء هذايا نتاع الباري سبورتيف والاخر مش خالص في جمعيته يمشي. يا سيدي تعرفوش كيفاش؟ والله هاك جبتنا في ثنيه، عندي معلومه كل مره نقول باش نقولها ومن بعد قول لا خليني هاك جبتني خويا هزتني الثنيه ومش نقول اسم ومش نقول حتى شيء. اتصوروا فما ملاعبي اليوم في الرابطه المحترفه الاولى وفي جمعيه محترمه جدا، ما نمش نقول اسم الجمعيه، الملاعب انتقل حديثا للفريق هذا في البريود هذا. هاي نعطيكم شي يعمل بار اكزومبل، وانا جيتني شهادات وشفت وفهمت انه يجي بار اكزومبل يتسلف من عندك فلوس، يقول لك اعطيني فلوس، اعطيني مونطون 10 ملايين، جولي نامبورت كوا 10 ملايين. اي تقول له بارك الله فيك تفضل هاو في لايسيتك، وقتاش ترجع لي؟ يقول لك جمعتين اخرين. يفوتوا جمعتين وتعداوا جمعتين الروح وما رجع لك الفلوس. كيفاش يرجعهم لك من بعد؟ يقول لك راني باش نلعب الماتش فلاني ضد جمعية فلانية، برا حط نومبر كذا كورنير، والا حط بونتو في الفترة كذا كذا باش يتمركى، ولا حط وش يعمل السيد اللي يعرف فلوسه ما همش راجعين؟ يمشي يلعب ورجع فليسيته وهو خالص مع السيد، امورنا واضحة الدنيا ماشي. هاي سيدي اش نعملوا احنا؟ قديش من واحد صارت لك؟ شوف قديش من واحد، فهمت؟ هذا واحد اسكندر قانونيا اللاعب المحترف في بطولة معناها في أي بطولة في العالم راهو ما عندوش الحق يلعب في الباريس بورتيف. لا هو ما يلعبش، هو ما يلعبش، يقول لك برا العب على كذا وانت تربح على روحك فلوسك، هو يرجع فلوسه. اوكي انا شايف انه يكون حاجه واحد يكون يتصورها معناتها ومتفاجئ. علاش احنا وصلنا للشيء هذايا؟ يعني باش نلخصه باش ما نطولش ونعطيه الكلمه الاخرى، علاش وصلنا للشيء هذايا؟ خاطر اول حاجه الجمعيات ما عادش عندها كريديبيليتي مع اللاعبين نتاعها، نعرفوا السيتياسيون فينونسيير نتاع ما ثماش فلوس، احنا نهولوا برشا يعني بصفة عامة، ماخذين فكرة انه اللاعبين ياخذوا في عشرات الواحد ودو تيل فاسون انه ثم لاعبين راه مش خالطة حتى على خلاص الكلام تاع الديارها، فهمت؟ دونك احنا وصلنا انه لازين يعني وجهنا اللاعبين انه يتصرفوا التصرفات هذه اللي غير مشروعة. ولو انه هما بيدهم ولو حتى كان وجهوهم للشيء هذا ويتحملوا مسؤوليتهم وما يجيش، راهو عيب وحرام حتى بالمنطق سامحوني معني حرام ما يجيش. وانتو